داك التصويره راه كتعني كلشي من صاحب الجلاله كيدير بحال ديك الهضره اه فراسك راه فارق بلا ما تحتاج اصلا الهضره بلا ما تحتاج حتى شي واحد يهضر لانه كلشي يهضر علينا سيدنا وجبنا الكوب بسميت سيدنا راه صافي راه هي هضره اخرى راه زايد راه كنفتخروا بها الصراحه وديك معلقه وكاك في الوازيز الا وكتعني فخر اي رجاوي هنا اي رجاوي كيموت على الرجا راه كتعني ليه كلشي داك الفرق خطاب اخوي الملك فخور بينا ودخلنا القصر وفخور بينا بحال ما هكا وتلقينا خطابات للرجا الرجاء العالمي راه شنو غادي تكون الا وفخور الحمد لله الرجا رجاء جديد ان شاء الله مال البدراوي هذا الشيء اللي دار هذا الرئيس انا بالنسبه لي ما داروش بزاف ديال الرؤساء اول حاجه بدل داك البانو باش ما بقاوش عايشين من 2013 وداك الشيء اللي درنا في كوب دي موند وداك الشيء دابا هذه صفحه جديده غنبداو مع الرئيس نتمنوا ان هذه الانتدابات اللي دار تكون رساله ديما اللعاب ملي يدخلوا يشوفوا ديك الرساله اللي قال سيدنا حيت حنا دينا واحد الكاس اللي الحمد لله كيحمل الاسم ديال الملك ديال المغرب دونك اللعابه خصهم يديروا في بالهم هذا العام خص تعويض لهاد السنوات اللي دازوا رغم اننا دينا كوباش ودينا بزاف د الحوايج ولكن هادشي ما كيرضيش الجمهور حنا هذا العام كنطمحوا اننا نمشيو في العصبه مزيان نرجعوا قاريا نوليو عاوتاني معروفين تولي السميه ديال الرجاء ديما حاضره وعلى حساب الوطني خاصنا نرجعوا الهيمنه ديالنا بطوله كوب دي ترون ما خصناش ندوي عليه هذا العام ان شاء الله خاصها تكون ديالنا باي طريقه نتمنوا البنزرتي احنا كنعرفوه ماشي اول مره غادي يجي عندنا راه المره الثانيه الحمد لله وخدمته كتبان لا في التدريب لا من ناحيه سيد بعيد على وسائل الاعلام خلاف المدربين اللي كانوا اللي باغين ديما الميكروفون هذاك الشيء ما بغيناش هادشي اللي تنتمناو وخاص الجمهور يوقف مع الفرقه لان السي البدراوي دار خدمه اللي ما داروهاش كاملين هاد الرؤساء اللي دازو ما بقاوش نقولوا السيد كيجبد من جيبو حتى حنا خصنا نبعدوا على المشاكل نبعدوا على لي بروفوكاسيون اللي تيديروا لنا الجامعه وبزاف د الحوايج نكونوا واقفين على الفرقه ديالنا وان شاء الله نهار حد مع 8:30 راه ان شاء الله جمهور الرجاء غادي يكون في المستوى الخطاب اللي لصقها البدراوي كانت خطوه زعما كاين في المحل ديالها فهمتي في المحل ديالها اما بالنسبه للفرق مثلا الفرق الوطنيه وهذه خاصها تاخذ تحدو حدو فريق الرجاء البيضاوي فهمتي خاصها تمشي نفس النهج اللي مشات عليه فريق الرجاء البيضاوي هذا عاد جديد ديما رجاء